اقدر اجيب 600 مليون نطيب والجنيه زحرة. الفنانة الراحلة عائلة راتب، اسمها الحقيقي كاملة محمد شاكر. ولدت في 22 مارس عام 1916 بالقاهرة لأسرة ارستقراطية. والدها كان دبلوماسي كبير وأول مصري يعمل بقلم الترجمة في وزارة الخارجية، حيث كان يتقن 7 لغات. عندما وصلت الفنانة عائلة راتب لسن 5 سنوات، قامت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز، حيث أطلق عليها وقتها معركة الخليج المصري، بعد أن حاولت قوات الاحتلال القبض على والدها، وضرب أحد الجنود الإنجليز الطفلة عائلة راتب على رأسها، فأغمى عليها، فثار الأهالي وقتها، وحدث اشتباك بينهم وبين الجنود الإنجليز، راح ضحيته 5 شهداء. عندما بلغ سن الفنانة عائلة راتب 15 عام، شاهد صاحب فرقة عكاشة المسرحية وعرض عليها التمثيل في الفرقة، ولكنها عندما أخبرت والدها الدبلوماسي الكبير صار وغضب وضربها، ولكنها تمسكت بحلمها في التمثيل. انتقلت بعدها إلى بيت عمتها بعد غضب الأب عليها، وبعد إلحاح صاحب الفرقة زكي عكاشة ورغبة الفنانة عائلة راتب في التمثيل، وافقت عمتها على عملها، ومثلت الفتاة الصغيرة مع الفرقة بعد أن غيرت اسمها من كاملة إلى عائلة، وهو اسم صديقتها المقربة، وراتب هو اسم شقيقها الوحيد الذي توفى وهو طفل صغير. بدأت الفنانة عائلة راتب حياتها الفنية في منتصف الثلاثينات، حيث عملت كمطربة وتزوجت من المطرب حامد مرسي، واختارها زكي عكاشة صاحب الفرقة لتكون بطلة فرقته المسرحية في العديد من الأعمال. قدمت مسرحيا 2 أعمال، منها حلمك يا شيخ علام، الزوجة آخر من تعلم، خلف البنات، جمعية كل واشكر. من أشهر الأفلام التي شاركت فيها الفنانة عائلة راتب سينمائيا فيلم عائلة زيزي مع الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني والفنان أحمد رمزي، زقاق المدق مع الفنانة الراحلة شادية والفنان يوسف شعبان، القاهرة 30 مع الفنان الكبير الراحل أحمد مظهر والفنانة سعاد حسني. تزوجت الفنانة عائلة راتب من الفنان والمطرب حامد مرسي الذي لقبه الكثيرون ببلبل مصر، لكن زيجتها منه لم تستمر طويلا وانتهت بالانفصال، وأسفرت عن ابنة وحيدة تدعى أميمة. أن زوجها الفنان حامد مرسي من ألحان الموسيقار الراحل سيد درويش أغنية زوروني كل سنة مرة، وكان دون جوان للحد الذي أشعل نيران الغيرة في قلبها وأدى إلى الانفصال. في عام 1972 قدمت الفنانة عائلة راتب دورها الأشهر على الإطلاق في مسلسل عادات وتقاليد، حيث قامت بدور حفيظة هانم، كما قدمت سينمائيا على مدار مشوارها الفني أكثر من 100 فيلم، منها اسكندرية لي عام 1979، احنا بتوع الأتوبيس عام 1979، البعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، احترسي من الرجال عام 1975، الفاتنة والصعلوك عام 1974. آخر عمل قامت به الفنانة عائلة راتب في فيلم المنحوس عام 1987، حيث كانت على موعد مع القدر بعد أن فقدت البصر فجأة وهي تقوم بتصوير مشاهدها في فيلم المنحوس، ورفضت ترك مكان التصوير والذهاب إلى المستشفى إلا بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها المتبقية. حققت الفنانة الراحلة عائلة راتب جوائز كثيرة عن فيلم لا تطفئ الشمس، ك
كما نالت في حياتها مجموعة من الأوسمة والجوائز من قبل الملك فاروق والرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، لترحل عن عالمنا الفنانة الكبيرة عائلة راتب بعد مشوار فني كبير في 22 فبراير عام 1999 عن عمر ناهز 83 عام بعد معاناة مع مرض فقدانها البصر.